يا دوب ما انتهاش من الحكايه دي، فجاءته احداهما، احدى المراتين على طول كده، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. كلمه على استحياء يعني مشيه مستحيه، في المجيء مستحيه وفي المشي مستحيه، الاثنين عندها صفتين اثنين، في مجيء وفي ايه؟ وفي مشي. تمشي على استحياء. وقالت، قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما كذبش خبر، مش هو قال اني لما انزلت الي من خير فقير؟ فمعناه بقول ما دام ربنا بعت لي سبب من الاسباب خلاص، ما اتأبشني بقى. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما قالش مشي ازاي، ولا دلته على الطريق ازاي، ولا ايه مش عارف ايه. طبعا هو ما يعرفش المكان، طبعا هي اللي حدله، وما دام حدله هتمشي قدامه. ويبدو من سياق القصه ان الريح كانت من خلفهم جايه من ورا، ولما الريح تيجي من الخلف تقوم تأثر في لصق الثياب بالجسم. فلما مشت إحداهما قدامه عشان تدله على الطريق، الريح عمل إيه؟ لزق. لما لزق الفستان تقسيم جسمها يبان. فهو بيقال إنه التفت كده وقال لها: يا هذه سيري خلفي ودليني بيه، وقول لي امشي يمين روح يسار، امشي فين روح يسار. الله، يبقى يعني معناها انه ايه؟ قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، ما طبعا ما جابش بقى الحته بتاعه الطريق دي وبتاع، وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ما هو اصله ماشي خائف يترقب وهربان من مش عارف ايه، فطمنوا على المساله الاولانيه دي. قالت احداهما: هل هي اللي راحت ولا هي مش عارف ايه؟ يا ابت استاجر، ادتنا حكم جديد بقى. الحكم الاول ابونا لا نسقي حتى يصدر، فسقى لهما. ادي ثلاثه. الرابعة ايه؟ قالت احداهما: يا ابتي استأجر. الله، استأجر ده دليل على انها ما عشقتش الخروج، وعايزة واحد يجي اجر عشان ايه؟ يعافيها من الحكاية دي. مش هما بقى النساء عايزين هما اللي يخرجوا، بمجرد ما وجدت فرصة عملت ايه؟ عايزة تنكل في البيت. قالت: يا ابتي استأجر. هو طيب يا أبت استأجر، شرطه في الأجر إيه؟ شرطين: قوة على العمل، وأمانة في الأداء. إن خير من استأجرت القوي في الأمين. طب هي حكمت الحكم ده إزاي؟ برضه القصة بتقول إنما حكمت هذا الحكم لأنه لما وجد المرأتين بتزودان والناس غيب السبيس وغيرها، ما راحش يترق على اللي بيسقوا المواشي على الرعاة، خلاهم في حالهم. وبص كده لقى مكان طالع فيه شويه خضار كده، فبص لقاه ايه؟ الخضار ما يطلعش لك عند مسقط ميه، الا ان البئر مردوم بحجر. فاهتدى الى ان في بئر ثاني، ساب الرعاء في حالهم وراح على البئر ويلحلح في مين؟ في الحجر. فشاله، فوجد ان الحجر اللي شاله ما يطيقوش كام راجل، ومع ذلك شاله، فعرفت انه ايه؟ قوي. وقال لها امشي ورايه، فعرفت انه ايه؟ انه قوي. ان خير من استاجرت القوي الايه؟ القوي الامين.